السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the first secondary، حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، النهاردة إحنا بنتشرف بيكم في حلقة جديدة من حلقات أوائل مصر. يا رب تكونوا إن شاء الله كلكم أوائل مصر. وعندنا النهاردة Unit 3. Unit 3 أو الوحدة رقم 3 اسمه Improving Lives. Improving Lives أو تحسين حياة الناس. Improving Lives بيتكلم عن حد مشهور جدا جدا في تاريخ الأدب الإنجليزي، وهو الكاتب تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز one of the most important writers، هو واحد من أهم الكتاب in the English literature في تاريخ الأدب الإنجليزي. النهاردة Unit 3 بيتكلم عنه، عن one of the most important writings of him، اللي هو واحدة من أهم كتاباته ديفيد كوبرفيلد. ديفيد كوبرفيلد، وفي ديفيد كوبرفيلد وإحنا بنقرأ السامري بتاعها هنبقى واخدين بالنا إن تشارلز ديكنز نفسه بيحكي جزء من childhood or جزء من طفولته هو شخصيا في ديفيد كوبرفيلد. طب تعالوا نشوف the most important vocab، the most important vocab أو الكلمات الأكثر أهمية. تعالوا بقى بعض نشوف that معناها دين. that دين. miserable miserable مكتئب أو كئيب. طبعا احنا تعودنا من كتابات تشارلز ديكنز، أوليفر تويست، ديفيد كوبرفيلد، ان هو بيتكلم عن الدارك سايد اوف ذا سوسايتي اور الجانب المظلم او الجانب الفاسد من المجتمع. بيتكلم عن بافرتي، بيتكلم عن كرايم، بيتكلم عن حاجات وحشه جدا في المجتمع، وهو بيقول او كان رايه انه بيعمل ستريس او فوكس على الجزء دوت من المجتمع علشان الناس تبص له وتبدا تتطور منه. ده كان راي تشارلز ديكنز. فهنلاقي كل الكلام مايل ناحية الجزء ده. عندي improve معناها يتطور أو يطور. improvement معناها التطوير نفسه. steal يسرق ورب يسرق، بس خلي بالنا بقى steal معناها يسرق شيء، يسرق شيء. أقول لك he stole my wallet، the thief illis stole my wallet، يعني stole my wallet سرق محفظتي. أما لو قلت rob، رب معناها يسرق من شخص أو يسرق مكان. they robbed the bank، they robbed the bank. طبعا هنا في rob the bank مش هينفع نقول they stole the bank، لأن لو قلنا they stole the bank معناها أنهم نقلوا البنك من مكان، خدوا معاهم أو خدوا نقلوه في مكان تاني، لا طبعا. فطبعا المعنى الصح هتبقى steal يسرق شيء، أما rob يسرق من شخص. أقول لك he robbed me of my wallet، أو he robbed Ali of his wallet، سرق من علي المحفظة بتاعته. أما rob مع الأماكن والأشياء، أما steal هو يسرق الشيء نفسه. أوكي؟ طيب هنا في robbery بقى السرقة العملية اللي حصلت. crime crime الجريمة، crime الجريمة. أمال المجرم بقى اللي عمل الجريمة criminal. criminal من الكلمات الغاية في الأهمية. طب عندي شخصية مهمة جدا في القصة، يعني ايه شخصية في القصة؟ character، الكاركتر. فطبعا هنا ديفيد كوبرفيلد او في اوليفر تويست، هنا تشارلز ديكنز كان بيختار characters عشان يعملوا او يقولوا الكلام اللي هو كتبه. عندي كمان هنا كلمة مهمة جدا merchant. merchant يعني تاجر، بس بتدي او بتاخد حيز اهمية شوية عن trader. merchant هو التاجر في أشياء ثمينة شوية أكتر من trader. أما الworkhouse، الworkhouse هو الملجأ اللي بتربى فيه الأطفال اللي وهم صغيرين أو الهومليس المشردين. طيب عندي كمان واحدة من أهم الحاجات في كتابات تشارلز ديكنز، الدارك سايد. الدارك سايد الجانب المظلم دايما من المجتمع. طيب زي ما اتفقنا إن في ديفيد كوبرفيلد تشارلز ديكنز بيتكلم عن جزء من his own childhood، من his own childhood. طيب escape the verb معناه يهرب. طب من الكلمات الجديدة والمهمة بالنسبة لك volunteer. volunteer الشخص المتطوع، الشخص المتطوع. أما voluntary work العمل التطوعي، العمل التطوعي. disabled، disabled يعني المعاق عن شيء معين، وجاية من النون disability، disability. أما stepfather، stepfather هو زوج الأم. stepfather زوج الأم. أما charity، charity دي مهمة بقى. charity أنا أقدر أستخدمها بمعنى جمعية خيرية وتبقى هنا noun، countable
اسم قابل للجمع، وممكن تبقى معناها العمل الخيري بوجه عام، تبقى معناها العمل الخيري بوجه عام، وتبقى هنا uncountable. يبقى لو احنا استخدمنا charity وهي معناها العمل الخيري تبقى uncountable، لو استخدمتها بمعنى جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية تبقى معناها جمعية خيرية تبقى countable noun، اسم قابل للجمع. طيب هنتكلم عن الكوميونتي، المجتمع المحيط بالشخصية اللي تشارلز ديكنز بيتكلم عنها. Improving lives في درس جرامر مهم جدا جدا جدا، تعالوا بعد الفاصل البسيط نشوف هو ايه، وركزوا معايا وحضروا الورقة والقلم بتوعنا او الكشكول الانجليش بتاعك، علشان باذن الله بمجرد ما نخلص شرح زي ما احنا اتعودنا مع بعض، بمجرد ما الحلقة تخلص على التلفزيون هتلاقوها على قناتنا على اليوتيوب طاهر منصور، تقدر ترجع لها في اي وقت، استنونا. ودلوقتي معانا جزء الجرامر الخاص بيونت 3. جرامر يونت 3 بيتكلم عن درس من اهم دروس السنة، مش بس السنة دي، ده في ثانوية عامة بالكامل، اولى وتانية وتالتة ثانوي. درس اسمه The Present Perfect Tense او زمن المضارع التام. المضارع التام زي ما احنا تعودنا من اول حلقاتنا ان احنا لازم هنشوف معنى الزمن ايه، بيتكلم عن ايه، والاول افهم اقدر استخدمه امتى قبل ما نحفظ التكوين والاستخدام والكلمات الدالة. يعني ايه present perfect؟ مضارع تام. طب يعني ايه مضارع تام؟ زي ما تعودنا كلمة مضارع عكس تام. مضارع تام يعني فعل، مضارع يعني شغال، ولا تام يعني انتهى؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. مضارع تام هو ال present perfect tense قبل present perfect continuous. ال present perfect tense الاول، المضارع التام ده ال action اللي حصل في الباست، حصل وانتهى. طيب مستر بنقول عليه past simple او past simple ماضي بسيط، قال لي لا اصبر شوي ما تتسرعش، طلبتنا مش بيتسرعوا. ليه؟ قال لان الاكشن اللي حصل في الباست ده هو حصل a short time ago، حصل منذ وقت قصير، لدرجة ان لسه عنده او لسه ليه تأثير على الحاضر، لسه ليه تأثير على الحاضر. التأثير ده بيبين ان الاكشن انتهى منذ وقت قصير. طيب اقدر استخدم present perfect لما اعبر عن فعل، زي مثلا لما الاقي حد خارج من الجاردن، علي خارج من الجاردن، خارج من الحديقة، فبقول له عملت ايه؟ هيرد يقول لي I have just watered the garden. I have just watered the garden يعني انا لسه راوي الحديقة. ده معناه ان لو دخلت الحديقة هلاقي ان ورق الشجر لسه still wet، لسه مبتل، فده معناه ان الاكشن حصل في الماضي فعلا ولكن منذ فترة قصيرة، عشان كده لسه في تأثير على الحاضر. التكوين بقى هيكون من has او have والpast participle. has مع he او she او it او اي اسم مفرد، have مع I او they او we او you او اي اسم جمع، والpast participle او التصريف الثالث للفعل. عندنا شوية امثلة مهمين جدا مهمين جدا، هما اليوز او الاستخدام بتاع الزمن، وبرضو هيفهمونا امتى نستخدمه. انا وظيفتي علشان ابقى طالب 100% اعرف امتى احط خط تحت has او have الpast participle. تعالوا بقى نشوف امتى نستخدم المضارع التام. هنستخدم present perfect المضارع التام لما يعبر لي عن action حصلت في الباست ولسه ليها تأثير على الحاضر، حصلت في الباست ولسه ليها تأثير على الحاضر. لما اقول لك he has just bought a new car، he has just bought a new car، انا كده عرفت من معنى الجملة ان هو لسه شاري عربية جديدة. طيب اكيد العربية الجديدة دي فيها حاجة، فيها حاجة بتعبر عن ان هي لسه جديدة او لسه جايبها دلوقتي، ما علقش نمر او الاكياس، او العربية لسه الكراسي باكياسها وبينة لاي حد انها لسه جديدة. طب اقدر استخدم present perfect او المضارع التام بيعبر عن ايه كمان؟ اقدر استخدمه لما يقول لي he has visited his uncle this week، هذا الاسبوع. يعني ايه بقى مقصود بايه this week؟ this week بتعبر عن وقت غير معلوم بالضبط في الباست، غير معلوم بالضبط في الماضي. يعني لما اعمل فعل واقول this week this month this year، هذا الاسبوع او هذا الشهر او هذا العام، ده معناه ان انا مش هقول لك او انا مش عارف الفعل ده حصل امتى بالضبط في الباست. اما لو عرفت امتى بالضبط في الباست، ايوه برافو عليك، هنستخدم الباست سامبل تنس. لو عرفنا الفعل ده حصل امتى في الماضي بالضبط، هنستخدم الزمن الماضي البسيط. برافو عليكم. يبقى لما اقول he has visited his uncle this week،
هو زار عمه امتى يا فندم؟ قال لي this week. فطبعا استخدمنا لذيس ويك ده معناه ان الوقت مش متحدد بالظبط في الباست، مش متحدد بالظبط في الباست. ده كتره. طيب اقدر استخدم بريزنت بيرفكت كمان للتعبير عن فعل بدا في الباست ولسه شغال لغايه دلوقتي، بس ده مع كلمات معينه زي سينس وفور، زي سينس ومين وفور. زي لما اقول لحضرتك they have lived in Cairo، هم عايشين في القاهرة. they have lived in Cairo، هم عايشين في القاهرة since 1999، منذ 1999. ده معناه ان هم بدأوا يعيشوا في القاهرة منذ 1999 ولسه عايشين في القاهرة لغاية دلوقتي، لسه عايشين في القاهرة لغاية دلوقتي. برافو عليكم. طب الـ present perfect المضارع التام اقدر كمان استخدمه للتعبير عن فعل حصل مع ذكر عدد مرات حدوث الفعل، مع ذكر عدد المرات. يعني مثلا لما اقول لك ان he has eaten 15 sandwiches so far، حتى الان هو كل 15 ساندويتش لغايه دلوقتي. طبعا ما شاء الله ربنا يزيده، ولكن انا هنا طالما قلت عدد مرات حدوث الفعل، عدد مرات حدوث الشيء، انا بستخدم المضارع التام. المضارع ايه؟ التام. طيب عندي كمان tense remarks، كلمات دالة، كلمات لما بشوفها بعرف ان الجملة بنسبة كبيرة present perfect. زي ايه مثلا؟ تعالوا نشوف كده. ever من قبل، never ابدا، just حالا، already بالفعل، since منذ، for لمدة، yet معناها بعد او حتى الان، lately او recently حديثا او مؤخرا، so far حتى الان، up till now حتى الان او لغاية دلوقتي، over the years على مر على مدار السنين او على مر السنين، وsense then منذ ذلك الحين. طبعا دلوقتي احنا عرفنا تكوين واستخدام وكيوردز او التنس ريماركس بتاعت present perfect. ركز معايا عشان هنقول نوت مهمه جدا، ملاحظات غايه في الاهميه على present perfect واستخداماته. استنونا. تعالوا بقى دلوقتي حبايب قلبي نكمل notes on the present perfect، المضارع التام. في بعض الكلمات في زمن present perfect هي الكلمات اللي بتتبلبر عليها حواليها فكرة الدرس، زي since و for، زي since و mean و for. قال يا مستر since معناها منذ، since معناها منذ، وهيجي بعدها وقت محدد، وقت بداية الفعل، the start point، النقطة اللي بدأ فيها الفعل، النقطة اللي بدأ فيها الفعل. جميل. النقطة دي ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى ساعة محددة، ممكن تبقى ساعة محددة. يبقى since معناها منذ، وبيجي بعدها وقت بداية الفعل، الوقت اللي بدأت أعمل فيه الفعل. طيب جميل قوي. أقدر أستخدم he has lived in Cairo، هو عاش في القاهرة since منذ 1999، منذ 1999. ده معناه ان هو بدأ الاكشن ده، بدأ يعمل الفعل ده، بدأ يعيش في القاهرة منذ 1999 ولسه عايش فيها لغاية دلوقتي، ولسه عايش فيها لغاية دلوقتي. اقدر present perfect المضارع التام استخدم فيه كمان كلمات مهمة قوي، او استخدم بعديه حاجات غاية في الاهمية. لما اقول مثلا he hasn't phoned me، هو لم يتصل بي، لم يتصل بي، since اقدر اجيب بعدها بقى في الحالة دي past sample، او since he traveled abroad، since he traveled منذ ان سافر للخارج. اقدر كمان اقول he hasn't phoned me، هو لم يتصل بي since summer. ممكن اجيب since بعدها اسم عادي خالص. اقدر اقول he hasn't phoned me، لم يتصل بي since summer، منذ الصيف. وممكن كمان اقول كمان last summer، او ممكن اقول he hasn't phoned me since last week، هو لم يتصل بي منذ الاسبوع الماضي. جميل جدا. طيب اقدر كمان في شكل جميل قوي لي since ممكن نستخدمه هنا كده ونقول it's، ومدة زمنية 3 مثلا years، انها مدة 3 سنوات، since و past sample، since و ماضي بسيط، since I met علي. يبقى it's 3 years، عدى 3 سنين، since I met علي. الشكل ده او التكوين ده غاية في الاهمية. جه في ثانوية عامة السؤال ده خلال الخمس سنين اللي فاتوا 3 مرات، فده طبعا مهم قوي. it's 3 years، انها مدة 3 سنين، since I met علي، بنقول عليه كده it's ومدة، since وpast،
اتس ومده سنس وماضي، اتس ومده سنس وماضي بسيط. جميل. اقدر استخدم فور اللي معناها لمده غلبانه، فور دي ما هو كلامها او الكلام بتاعها مش كتير قوي. فور معناها لمده، وهجيب بعدها من اسمها لمده او من معناها هجيب بعدها المده الزمنيه كامله. The period of time spent doing the action، المده الزمنيه اللي استغرقتها في اداء الفعل، المده الزمنيه اللي استغرقتها في اداء للفعل. يعني مثلا for example هنا احنا كنا قلنا he has lived in Cairo since 1999، هو عايش في القاهره منذ 1999. لو على نفس المثال جينا نستخدم for اللي معناها لمده، يبقى هنحسب المسافة الزمنية أو المدة الزمنية، أيوة كده، المدة الزمنية من 99 لغاية دلوقتي. أوكي، يبقى الجملة هيبقى شكلها كده: He has lived in Cairo، هو عايش في القاهرة for 22 years، لمدة 22 سنة تقريبا. طبعا احنا مش حاسبين بالظبط، يبقى الـ since بيجي بعدها وقت بداية الفعل، the time you started the action أو started doing the action، الوقت اللي انت بدأت تعمل فيه الفعل، الستارت بوينت النقطة الزمنية. أما فور هجيب بعدها the period of doing the action or the period of time you did the action، المدة الزمنية اللي انت عملت فيها الفعل أو المستغرقة في أداء الفعل. He has lived in Cairo for 22 years، for لمدة 22 سنة. أقدر أقول he has watched TV for 2 hours، لمدة 2 hours أو ساعتين. مهم جدا الكلام ده. اقدر استخدم كمان البريزنت بيرفكت مع تعبير مهم جدا زي اتس ذا فيرست تايم هي هاز دريفن ا كار، انها المره الاولى اللي ساق فيها عربيه. اتس ذا فيرست تايم هي هاز دريفن ا كار، المره الاولى اللي ساق فيها عربيه. مهم جدا، طالما شفت هنا از ورقم ترتيبي استخدم الناحيه الثانيه بريزنت بيرفكت مضارع تام. ومعلومه اخيره، استنونا. ودلوقتي بقى مع زمن the present perfect continuous tense، زمن المضارع التام بس المرة دي بقى المستمر. يعني ايه present perfect continuous؟ فاكرين المضارع التام كان بيعبر عن ايه؟ عن action happened في الباست منذ وقت قريب وليها تأثير على الحاضر. نفس الكلام زي ما انت مذاكر ودكتور، ان هزود علي معلومة، بس هزود على الكلام ده معلومة صغيرة. ايه هي؟ ان الاكشن اللي بدأ في الباست ده وانتهى استمر شوية طويلة، اكتر من اللازم شوية طويلة قبل ما ينتهي، ويسيب لنا اثر او يسيب لنا دليل او تأثير عليه. يعني مثلا لما اقول ان التكوين بتاعه هيبقى has او have been، دي اللي زودتها، والverb plus ing has او have been والverb plus ing. for example لما اقول لك he has been watching TV for 5 hours، هو بيتفرج على التلفزيون لمدة 5 hours او 5 ساعات، هل ده طبيعي ان حد يقعد يتفرج على التلفزيون لمدة 5 ساعات؟ شايف واحد بيقول ايوه يا مستر انا بتفرج لمدة 6 ساعات، لا يا فندم دي غيبوبة، انت دخلت في غيبوبة مش بتفرج على التلفزيون، ركز يا بابا وقوم ذاكر ربنا يكرمك. he has been watching for TV for 5 hours، دي مدة طويلة. فانا عشان اعمل تركيز او اعمل فوكس على ان الـ period of time هنا طويلة على الفعل، فاستخدمت has been watching، has been watching. بس خلي بالنا برضو مهمة جدا تبقى معارف ان المدة الزمنية دي امر نسبي. يعني ايه امر نسبي؟ يعني ممكن الـ 5 hours اللي هم كانوا كتير على انك تتفرج على التلفزيون ممكن يكونوا بالنسبة لفعل تاني عادي خالص. لما اقول لك he has slept for 5 hours، هو نام 5 ساعات، عادي جدا ما فيش اي مشكله فيها. فعشان كده استخدمت present perfect. اما 5 ساعات للتلفزيون كتير قوي، فعشان كده استخدمنا has been watching TV for 5 hours. الزمن ده في ملحوظه برضو مهمه، ال present perfect continuous المضارع التام المستمر مش بستخدمه مع عدد مرات. لو عندي عدد مرات ايوه برافو عليك، هستخدمها مع المضارع التام. وكمان الـ present perfect continuous مش بيجي مع الأفعال الستيتيف أو أفعال الحالات أو الشعور اللي احنا بنقول عليها ما بيتضاف لهاش ing، ما بيتضاف لهاش ing. يا رب النهاردة يكون درس unit 3 الوحدة رقم 3 improving lives، والجرامر بتاعنا كان سهل جدا عليك. ورقة وقلم، راجع كل اللي اتقال علشان حضرتك هتلاقي الكلام ده بعد الحلقة إن شاء الله
في برنامج أوائل مصر اللي انتوا ان شاء الله تكونوا كلكم منهم. هتلاقي الكلام ده نازل على قناتنا على اليوتيوب طاهر منصور، تابعونا وادخل على جولر حل الامتحان وانا هشوف نتيجتك واصححه لك، او الموقع هيصححه لك تصحيح تلقائي وانا اقول لك على تصحيح الاخطاء. كان معاكم طاهر منصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.